السلام عليكم، ايه الاخبار؟ احمد سامي. النهارده انا جايب لكم لعبه طيارات جديده. بصوا، مش عايز اتكلم، ايه رايكم نشوف فكره بسيطه؟ Oriol Gómez and Daniel Villalón present. Engine failure, captain. Repeat, engine failure. We're falling. Main menu. Thanks for playing. You can find more of my games by visiting www.uriolgomez.com. تمام كده، يلا بينا بقى. Speech mode talk. ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير. جايب لكم النهارده لعبه هليكوبترز. بس دايما لما كنت لما جبت اللعبه اللي فاتت بتاعت الطيران الحربي كان في مشكله عند الناس، بيقولوا اللعبه معقده. طبعا بما ان انا مصباح علاء الدين وقاعد بحقق لك امنياتك اللي بتتمناها في التعليقات، قلت اجيب لك لعبه طيارات هليكوبتر وسهله. ماشي، اوكي. فكره الاولا، اللعبه دي معموله من اوريال جوميز. اوريال جوميز انا لو هسميه حاجه الرايق، بالمناسبة هو أوريال جوميز، هو مش جوماس ولا جوميز ولا جومش ولا أي حاجة من اللي احنا بنسمعها دي خالص، والله العظيم. يعني البنت اسمها سيلينا جوميز مش سيلينا جوماز، عشان بس الموضوع ده مضايقني أوي الصراحة. المهم، فكرة اللعبة بمنتهى البساطة إن الحرب بين أمريكا والصين. طبعا كلنا عارفين المشاكل اللي بين أمريكا والصين، وما بتسمعش أخبار مش عارف أقول لك إيه الصراحة يعني. المهم، في طيارة أمريكية، يعني طبعا الأمريكان هم اللي بيفوزوا، أوكي، دلوقتي ده في اللعبة ماليش دعوة بالحقيقة. فالأمريكان هم اللي بيفوزوا، فالصين يعني في طيارة من طياراته، في طيارة من الطيارات الأمريكية اللي جوه مكان معين في الصين، وهي بتقاتل حصل مشكلة عندها وبدأت تبوظ، مال فانكشن يعني، خلاص بتخرب. فأنت المهم إن أنت توصل بيها لمكان كويس عشان تقدر تهبط بيها. فانت وانت طاير ما انتش عارف تطير طبعا، لان الطياره فاهم الهليكوبتر بتاعتك فيها مشكله. وايه تاني يا ربي؟ وبس، وكل عليك ان انت التحكم اسهل مما يكون. الطياره بتطير وانت بتدمر الحاجات اللي قدامك وبتصد صواريخ الاعداء لحد لما تلاقي مكان تهبط فيه. بس هتعرف كل حاجه لما نكملها. هتخش على اوريال جيمنج زون او orialgomez.com/gamingzone. اوكي، هتلاقي هنا مليار ونص العاب، يعني طن العاب قصدي. Stop down. Welcome to Oriol Game. Welcome to Oriol Game. Copter Mission. انت هتلاقي هنا العاب كتير قوي اللي احنا بنلعبها Copter Mission. تمام، هي دي. Download portable. America is at war and you are in command of a helicopter. In this game you have to destroy buildings and intercept enemy missiles. Fast and action packed. This game is for you. سمعت؟ هي لعبة سريعة عشان ما انتش محتاج تحفظ لي 3000 اختصار. هو سهل جدا، الاختصارات بتاعتها هقولها لك دلوقتي. واللعبة حجمها صغير قوي 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 اصلا يعني، فتمام. يلا بينا. Download. انت اولا هتدوس على Oriol Gaming Zone. Welcome to Oriol. Times played 859. دي المرات اللي اتلعبت فيها يعني، على ما الفيديو ينزل تكون 900 ولا اي حاجه. Download installer not recommended. هنا في رابطين اتنين، بيقول لك داونلود انستولر، حمل ملف التثبيت، بس نوت ريكومندد. الراجل بيقول لك اهو ما انصحكش بيه، يعني ما تروحش تحمله وتيجي في التعليقات وتقول لي يا احمد في مشكله. الراجل قال لك نوت ريكومندد. Download portable recommended zip. وهنا داونلود بورتبل ريكومندد، يعني اللي انت المفروض تحمله هي دي. تمام، بيقول لك ريكومندد اهي، ودي بورتبل يعني نسخه محموله، بتحمل الملف اللي هو الزيب فايل وتفك ضغطه بس. Fuck that bird. طبعا دي لعبه ثانيه. Fuck that bird ده داونلود خلص. Copter and we on 2 4. المهم بعد ما تحمل zip 3 4 هتلاقي اسمها كده type contributing artist read album read only title read only copter and zip 3. هشوف لك حجمها كام. Contact property download window crop network general size 34.6 ميجا بايت 36 مليون 300. انا بقول ايه تحمله بسرعه قوي كده ليه؟ 34 ميجا بايت يا شباب، صغيره خالص ما فيهاش حاجه. كل عليك ان انت بعد ما تحمل اللعبه زيب فايل اهي. تمام، لو انت ويندوز 10 تقدر تدوس انتر وتخش عادي، بس النصيحه انك تفكها. هتدوس ابلكيشن كونتكست منيو، عندك برنامجين اتنين اوبن وذ وين رير سب منيو دبليو. وين رير تقدر تقف عليه، وين رير اكستراكت فايلز اكستراكت فايل او استخراجهم اكستراكت هير اكس او اكستراكت هير، يعني الاثنين زي بعض مفيش اي فرق. وين رير سب منيو دبليو كده اللعبه جوه ملفي.
open archive oh 7 zip وفي عندك 7 zip هما دول البرنامجين اللي بيفكوا الضغط اشهر برنامجين وين رير كان بفلوس وما بقاش بفلوس عشان ما حدش يسالني و7 zip طبعا مجاني وطبعا لو هننصح هنصح ب7 zip جدا طبعا لو انت مش فاهم ايه الملفات المضغوطه فانا اوريدي عامل شرح في الجزء بتاع شروحات الكمبيوتر شرح شامل عن الملفات المضغوطه وعن كل حاجه تخصها فتاكد قبل ما تسال اي سؤال عن الموضوع ده ان انت تشوفه edit with notepad plus plus 7 extract here اوكي 7 crafter and 104 previous changes dot game dot changes لما تخش في الملف changes dot text 106 الموضوع بسيط changes dot text name collapse volume level 12 هدي بس عشان changes dot text game dot exe 2 of 6 وgame dot exe هي دي اللي بنحطها license dot text 3 في license dot text وطبعا انا لو تاكي اقراها ما تشتغلها volume level 16 mode 1 dot aug 4 of 6 ده صوت redmi dot text 5 of 6 redmi dot text sounds 1 dot pack 6 of 6 وsounds 1 dot pack file size ليه باك مش دات لو قريت لو بصيت في الموقع بتاعه من فوق كده هتلاقي الموضوع ده بيتكلم عنه ان هو ازاي بيعمل باكينج للساوندز دوت دات يعني بشكل مختلف وحاجات زي كده انا خدت وقت طويل جدا حاجه بتاعه 35 ثانيه كده في ان انا ابص على الحاجات اللي في الموقع بتاعه فوق وطلع عنده حاجات حلوه نبقى نبص عليها في يوم من الايام redmi.txt 5 of 6 طبعا انت في حالتك هتفتح redmi.txt عشان تقراها هبص هي الموضوع مش مستاهل بس خلينا نبص عليها برضه redmi.txt notepad الحق حق انه يتبع طبعا تمام copter mission blank designed by Oriel G معموله من اوريال جوميز ومن الواد التاني اسمه copter designed by Oriel G فتحه مازن دانيال فيلالان دانيال فيلالان ما هوش امريكي حتى blank disclaimer blank this is only a game and should be treated as such neither Oriel G fatah mez or daniel villalon have anything against americans or chinese we simply decided to put nations to make the game a little more fun and because it fits the end of the game you'll see when you finish it هو كل اللي بيقولوا لك بيقول لك ان والله يا جدعان احنا مش جايين لا نخبط في الامريكان ولا نخبط في الصينيين احنا بس حاطين اللعبه دي كده وانا برضه ما بخبطش في الصينيين عشان كده كده بيكسروا بسرعه blank 1 introduction التقديم blank America and China are at war and America is winning. You are in command of an American helicopter designed for هنا بيقول لك ان امريكا والصين في حرب وانت المفروض انك تعمل اللي انا ايش قصه انا شرحتها You find yourself in a Chinese city blank اثنين installation and running blank blank once the game is run blank ثلاثة the game blank the mechanics are simple you are aboard الميكانيكس سيمبل وانا شرحتها You beat the game when you manage to land it furthermore during the game you beat the game when you manage to land at a safe place that is بتفوز ازاي لما تقدر ان انت تنزل في مكان صح ما ترزعش في الارض بدماغك زي ما المفروض ان يحصل او مبنى من المباني ده تجبي فيك بص الشكل بتاع اللعبه ايه انت بتجري بالطياره هي بتسوق نفسها تمام فكل الموضوع ان انت بتدوس يا اما سهم يمين عشان تضرب صواريخ في المباني اللي قدامك بالطول او يا اما سهم لتحت عشان ترمي قنابل في المباني اللي تحتك تمام ده الموضوع ما فيه الاعداء بيهاجموك بيهاجموك في طيارات بتهاجمك هتصد عليهم ازاي يا اما بكنترول يا اما بالت الاثنين واحد وبعدين تستخدم سهم لتحت او سهم يمين او سهم شمال عشان تصد ضرباتهم هتعرف ده منين لو انت لابس سماعات هتاخد بالك بس دي حاجه اسمها الاندلس مود الاندلس مود دي وده هو اللي هو المرحله النهائيه يعني دي ما بتموتش فيها لما الهزه بتاعتك بتخلص وعندك حاجات معينه تانية ممكن تقل منك ان انت الجوع والعطش بتاكله بانتر وتاب يعني بتاكله وتشربه بانتر وتاب تعرف الجوع والعطش من رقم 3 بتدوس عليه هو بيقول لك النسب دي تمام ايه تاني ما فيش حاجه تانية طبعا الحاجه اللي انت ممكن تاخد بالك منها ان بس اللعبه الاسلحه بقى بتخلص بسرعه ده اللي لاحظته يعني فتاخد بالك شويه ان انت بيقابلك اسلحه وانت لازم تاخدها بايه بتاخدها بالمسطره لو عملت جراب او حاولت تاخد سلاح وهو مش موجود برضه بتخسر نقطه بس مود 1 دوت لايسنس دوت جيم دوت اكس حبيش اكون ممل اوريال جوميز اند دانييل فيلالون بريزنت اوريال جوميز انجن فيلر كابتن ريبيت انجن فيلر وير فولينج Main menu. Use the up and down arrow keys to move. Start game. مهم. هنلعب كل ده. And learn game sounds. طبعا انا خليني ممل واقول لك learn game sound. للاسف طبعا هم مش ضايفين ان انت تعرف الصوت اليمين. Exit start game. Exit learn game sound. دي اغبى حاجه في اي لعبه مكفوفين يعني. Choose a sound. Tall building. مبنى طويل. Space. تمام. Low building. مبنى قصير المبنى الطويل اللي بتدمره بسهم يمين بالصواريخ. وده السهم وده المبنى القصير اللي بتدمره بايه تمزر انت بتدمره بسهم لتحت صح you crash against a building انك لما ترشق في مبنى بس ده enemy missile سلاح بتاع انمي اللي هو صاروخ صوته حلو shoot defense missile
لما تضربه صاروخ اعتراضي، يعني هو ضربك بصاروخ فانت بترد بصاروخ عشان تصد، زي ما لسه شرح لك الموضوع، يا اما بكنترول يا اما بالت. هو بيقول لك استخدم اللي انت عايزه. جميل. Enemy missile impact. وده لما صاروخك يخبط في صاروخه وتصده. You shoot towards a building. وده لما تخبط قدام مبنى. Bonus item appears. Bonus item يعني فاكر الحاجات اللي قلت لك انت بيقابلك حاجتين اتنين اصلا. البونس اللي هو ممكن يبقى سلاح او صحة. تمام. فالسلاح بيظهر بصوت بتسحب بتشحن سلاح كده في ايدك، والبونس هسمعه. طبعا ده الصوت ده بتاع سبايدر مان، هم سارقينه من اللعبة يعني ما شاء الله. هيلث بونس. وده الهيلث بوش بونس. لما تسمع صوت الجرار ده تعرف ان دي صحة. ده اسمه السارة وتخ. امينيشن. وده الشحن، ده هو ده الامينيشن، بتاخد بيه من القنابل وصواريخ. Back to main menu. Main learn and start game. يلا نلعب ونخسر. ماني ما اعرفش بتلعب ازاي. Due to an enemy attack, your helicopter has suffered an engine failure and is rapidly losing altitude. زي ما انا لسه. You will need to use your best weapons to destroy the buildings that are in your path so your helicopter doesn't crash. Your enemy is also trying to attack you and you will have to do your best to prevent that. If you haven't read the manual yet, please do so now. As it will be necessary for you to survive. You managed a score of 450 points, and you were on level 40. Main menu. Use the up and down arrow keys to move through the menu and enter to select. Exit. بتقدر ان انت تحط السكور بتاعك على موقع اوريال جوميز نفسه. تمام. Since learn send score to oriolgomez.com. الزرار ده هو واي بي، مش انا اكيد ما انا ماليش دعوه باللعبه. Please input your name with no accents or special symbols. حاضر. حط اسم H-M-D-T-H-E-F-T. والله استمع. Main menu. Use the up. Start game. Exit. Start game. نلعب مرة كمان ديت وبعدين نلعب Endless mode. Endless mode وبعدين نشوف الموضوع. يلا بينا يا معلم. يلا بينا. Due to an enemy attack. You managed a score of 0 points, and you were on level 15. Main menu. Start game. Endless mode. Endless mode. وده انا ما جربتوش. تعال نشوف بقى. بقول لك صعب. Due to an enemy attack. نفس الحوار. ركز بقى. You managed a score of 0 points. Main menu. Use the up and down and learn game. Exit. Start game. Thanks for playing. You can find more of my games by visiting 3ws.uriolgomez.com. الوهاب كانت دي لعبه النهارده، لعبه خفيفه، وانا بحب العاب اوريال جوميز عشان كده، وبصراحه بحب لهجتهم، يعني اللي هو اللغه اللي مش كامله اللي هما بيتكلموا بيها دي، انا بصراحه بحبها جدا. ده مش باش طبعا لاي حد بيتكلم انجليش باللهجه دي، لكن بالعكس انا بحسهم لطاف. رام ماي بيبي، فكان مستر ريمون. المهم دي كانت اللعبه، هتلاقيني سايب لك رابط ان شاء الله في تحت الفيديو ان انت تحملها. صدقني لو انا اضطريت ان اسيب لك رابط صفحه الالعاب يبقى كده انا مضطر بسبب مشكله يوتيوب، ماشي؟ يعني غالبا هيبقى حصل لي مشكله بسبب ان انا سبت لك رابط مباشر، لكن ان شاء الله ما يحصلش، ماشي؟ هو ده الموضوع لحد كده. الفيديو بتاعنا خلص.
اشوفك في العاب تانية ان شاء الله. لايك وشير وسبسكرايب. لو عايز اعمل جيم بلاي عن اللعبه قول لي، بس يعني مش عارف ليه بقى، يعني ممكن اعمل العاب جديده بس اللي يريحك. المهم اكتب لي في التعليقات ايه رايك في اللعبه وكل حاجه عنها، وقول لي برضو السكور اللي انت جبته كام، وما تنساش تودي السكور بتاعك على اوريال جومز. لو السكور بتاعك كبير شويه نقدر ان احنا نشوفه في الجدول بتاع السكورز اللي على الموقع بتاعتهم، وهبقى اكيد اقول في القناه هنا ان فلان الفلاني المتابع اللطيف بتاعنا جاب السكور الكبير ده. بس كده، السلام عليكم.